حزين على اللي هو فيه مش لاقي شباب الكبار بتوع البلد نهبوا البلد وسرقوها وباعوا ارضها ببلاش وسابوها ومشوا وحولوا اموالهم بره والشباب واقف عطلان مش لاقي شغل مش لاقي حد كل البنوك بره اللي هي تجمد كل الحسابات لاي شخص له علاقه بالحكومه المصريه تجميدها ولا يجوز صرفها الا باذن الشعب لان ده في الاول وفي الاخر مال شعب بس مصر اغنى بلد على وجه الارض مصر بلدنا ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول خزائن الارض خزائن مش هتفنى انما دول حاولوا يفنوها بس مش هتفنى بشبابها وهيغير النظام ده كانوا بيضربوا قنابل مثيره للدموع وقنابل وطلقات مطاطيه وانضرب طلقات بعينين الشباب والله امريكا مدعيات الديمقراطيه والحريه هي اللي كانت بتدي النظام القنابل المثيره للدموع اللي بتضرب بيها الشعب كان مكتوب عليها الرصاص الحي الرصاص المطاطي كله انتاج امريكا يو اس اي مكتوب عليه ميد ان يو اس اي هذه امريكا اللي